أعلنت وزارة العدل الأمريكية مصادرة أكثر من 500 مليون دولار بحق رجال أعمال الروس منذ بداية العملية الروسية في أوكرانيا. وذكرت العدل الأمريكية أنها وجهت اتهامات إلى أكثر من 30 فردا بالالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا. في الوقت ذاته شددت الوزارة على أهمية تسليم مطلوبين روس إلى الولايات المتحدة.